السلام عليكم، شلون الابطال؟ طبعا كل الابطال يعرفون الرمبه والقفز مالته. اليوم ايش راح نقفز؟ راح نقفز بالعكس. الرمبه شلون تنصعد؟ من النزول للصعود، صح؟ هسه احنا ايش راح الابطال مالتنا شو يسوون؟ راح يعكسون الشغله. يعني القفز يا شباب يا بنات متابعينا الغالين، هذا الرمبه، تعالوا ويانا. الرمبه طبعا عاده هي القفز مالته تعرفوه، من النازل للصاعد ويقفز. هسه ايش راح نسوي احنا؟ طبعا العلو للخصر هذا راح يقفزون بالعكس، يقفزون من هيك. هاي الابطال كلها تدربت طبعا، ان شاء الله راح نسوي لكم نموذج قفز. اول بطل، بطل العراق الصغير، انهض يا بطل. طبعا من مسافات قريبه، وهذا العلو راح تشوفوه انتم، وانتم قيموا بعد يومكم التقميم تقييم. يلا روح يا بطل. حلو حلو، عاش ايدك يا بطل. استريح بطل العراق الصغير. كرار ليث، ليث كرار البطل. حلو يا بطل، كرار لوبي البطل. بطل طبعا سواها، يسموها ركبه ونص، النزله ركبه ونص. حلو يا بطل. طبعا هذا غش، انا ما متفقين ركبه ونص، بس حلو، عاش ايدك، استمر. مين هي؟ لا لا مو هسه تقفزيها، بعدين البنات بعدين. علاوي الجايات، شكرا لكم. طبعا نموذج، احنا نريد نرجع للتدريب. مين هي؟ بعدين تقفزيها يما، اسم الله ايش فيها نتلت. بعدين داي الحكم واقف هنا، داي طبعا الحكم قاعدتها مال الحكام. هلاو، يلا نكمل تدريب.